بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل مستمر هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا من أرضية هذا الميدان. على بركة الله انطلق الجميع، انطلقت الهجن إلى ساحة الميدان لنرى ونتعرف على صاحب المركز الأول منذ هذه الانطلاقة حتى خط النهاية. يا سلام يا حشيم عن طبع الميدانيس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحد شبابنا مضمرين هذا العالم في هذا التاريخ المميز. عتيج بن سالم بالعرضي الحميري حاضر بو سالم ما شاء الله مع هذه الانطلاقات الجميلة. النقل على المركز الثاني، هناك نجس مشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، جمال بن راشد بشاوي الغفلي الرنج ما شاء الله على المركز الثالث، مشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الرابع هناك شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن علي بن عامر العويسي أيضا من أتى وحل برابع المراكز. المركز الخامس هناك من الجانب الآخر أيضا بنتعرف عليه على شعاره على رقمه اللي وصل له سمحون ولا سمهوي عفوا، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية تضمير. النقل على شاهين سادسا هجن ند الشباس، أنا مسعيد في التضمير. وفي المركز السابع أيضا وصلنا في هذه اللحظات الصياد الله يبغي يصطاد نقطة جميلة، سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن يمع بن خميس الغويص. المركز الثامن اللي في المركز الثامن ما شاء الله تبارك الرحمن وحيشان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. المركز التاسع أيضا مغامر سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن يمع بن خميس الغويص شاهين. عاشر هجن ند الشباب مع سالم بن سعيد في التضمير. هكذا كانت نتيجتنا اللي ذعناها عليكم بالعشرة للعشرة المراكز، ولكن وين 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 ما شاء الله خلف العشرة أسامي كثيرة، أسامي كثيرة، شعارات خطيرة لن يحن موعد دخولها. ولكن بشاوي مع نجد اللي غير على المركز الأول، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، جمال بن راشد بشاوي أيضا لغفلي متابع حضوره هنا مع نجد حشيم في المركز الثاني، سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع هناك عتيج بن سالم العرضي الحميري. وفي المركز الثالث أيضا من أتانا وحل الصياد ما شاء الله، سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن يمع بن خميس لغويص. النقل على المركز الرابع هناك من أتانا في هذه اللحظات الرنج سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي عملية التضمير أحمد بن سلطان بن رشيد سويدي. وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس مغامر سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن يمع بن خميس أنا أخوي سادس مراكز شاهين هجن ند الشماس، أنا مسعيد في التضمير. المركز السابع ايضا سمهوي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثامن اللي وصلنا وحيشان ايضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز التاسع شاهين، وعشر مراكز شاهين هجن ند الشباس، انا من سعيد في التضمير. يا سلام، وين وين موعدنا؟ سألتوني بقلكم هناك 1500 اللي تبقى من عمري هذا الشوط، والكل الكل يتابع، الكل يتابع، ولكن الله يا الصياد اللي اصطاد المركز الأول تقريبا منذ عبورنا بنصف مسافة هذا الانطلاق، وهو مسيطر على المركز الأول صامد على مقدمة هذا الشوط. النقل على نجد في المركز الثاني، نجد يراوق الصياد، يبقى المركز الأول، يبقى نقطة جميلة ثمينة هنا في هذا الصباح الجميل. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، جمال بن راشد بشاوي لغفالي، الله يا مغامر حط له سبير أيضا الغويس، حط له سبير واحد، حط له احتياط، والاحتياط واجب في هذا العالم، في هذا العالم. سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن يمع بن خميس الغويس، وصلت هجنة الدشبة، وصلت هنا أيضا اللي وصل شاهين، وشاهين الله الله هجنة الدشبة. سالم سعيد في التضمير ثالث ورابع
رابع وخامس المراكز. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. الثنائي الجميل، الثنائي المميز، الثنائي اللي يشكل خطورة هنا مع صياد ومع مغامر، مع صياد ومغامر اثنينهن كلهن اللي سمو الشيخ سعيد بن محمد براس مكتوم، وهناك مضمرنا ومبدعنا المحترف بنسميه في هذا العالم الجميل، هذا العالم الساحر، علي بن يمع بن خميس لغويس. يا سلام عليك يا لغويس، ولكن اللحظات الجميلة. يلا يلا يلا، قلت لكم 400 متر أخيرة، شوف السرعة بدأت تزيد. يا سلام، أشهد أنك كابتن 10 على 10، 100 على 100 يا لغويس. شكرا شكرا يا أبو يمع، شكرا يا أبو حسن على هذا الأداء الجميل اللي قدمنا هجن سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا على التضمير، شكرا على الأداء، شكرا على المستوى الراقي اللي يقدم الصياد هنا في النقطة الثانية، في النقطة الثانية، في النقطة الثانية. تهانينا والناموس سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا علي بن يمع بن خميس لغويس، ما شاء الله عصاته في الأبطان، أبدا ما قال له شيء، ما كلمه ولا حركه، ثابت عصاته في أبطان. المركز الثاني أيضا سمو الشيخ سعيد محمد بن راشد مكتوم. المركز الثالث والرابع هجني ند الشباب. خامسا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد مكتوم. 6 دقائق 13 ثانية، 45 جزء من الثانية، توقيته المميز هنا في هذه اللحظة الجميلة، هذه اللحظة المميزة على أرضية هذا الميدان.